وش تقدر تلقى في منزل انت 75 متر مربع؟ خوتنا عرض عقاري في القمة وفرصة فريدة من نوعها، جبت لكم صفحة ايموبيليوم الباقي. اليوم عندنا منزل ار بلس دو بمساحة اجمالية انت 75 متر مربع، عنده واجهة ممتازة انت 10 امتار وعمق انت 7 امتار ونصف. خوتنا الطابق الارضي انت انا راح تكون فيه زوج محلات تجارية تصلحكم، كلينيك ولا كراش ولا مشروع تاع ورشة. الطابق الاول راح يكون بلس لي بالكون باجمالي 88 متر مربع، اما الطابق الثاني راح يكون جوست كاركاس. خلطنا يلا مع بعض نديكوفريو هذا الفرصه الممتازه، بدايه من المحلات التجاريه نتاعنا. روماركيو معايا خوتنا، عندنا دوري دو الكتريك، عندنا المحلات نتاعنا مخدومين ما شاء الله، راح تكون عندنا التهوئه ومدخل ثانوي، طلعنا المستويات العليا. دونك واش رايكم لحد الان خوتنا؟ جوست رانا في الطابق الارضي ومازلنا ما طلعناش للطوابق العليا متابعينا. يلا مع بعض نطلعوا للطابق الاول. روماركيو معايا خوتنا راح يكون كاركاس، ورغم انه المساحه هنايا جوست 75 متر مربع، الا انه لي بالكون عطاونا فساحه اكبر، وخاصه الواجهه الكبيره نتاعو خلاته فليكسيبل اكثر، يعني تقدر تاميناجيه ويجي توب. متابعينا فوتوا مع بعض للطابق الثاني وين عندنا فقط الضاله نتاعنا، يعني راح يكون كاركاس ايضا، لا ليميت نتاعو جوست من هذا النقطه، اما الجهه الاخرى خاوتنا راح تكون تاع الجار، يعني ما تهمناش. دونك شفتوا معنا هذا الفرصه اللي راح تكون بعقد ملكيه صافي، دوكا ما عليكم غير تبروفيتيو لوكازيون. كانت معكم صفحه ايموبيليوم الباقي، تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في العقار القادم بإذن الله. سلام.